2024، وهذا تدريب تخصصي للثمانية اللي يعملون شكل الفريق في ساحة المنافس، اللي هم المهاجمين، لاعبين الأجنحة ولاعبين الوسط، يعني تقريبا في هذا المجال. لاعب مع الكرة يبدي من جهة اليسار دحرجة باتجاه المانيكين، وعند المانيكين يعتبر المانيكين حاجز أمامه، حاجز دفاعي تخيلي ولكن مصطنع، يحرف الكرة باتجاه قوس الجزاء. اللاعب الثاني اللي جنبه يوقت توقيت عالي بحيث يصل إلى الكرة بالضبط في لحظة وصول الكرة لمنطقة التصويت ويصوب على الهدف. اللاعب الجناح اللي دحرج ما يكتفي في هذا العمل، ولكن يتابع الكرة المصوبة بس، يرجعون يبدلون مراكز، نبدي من هنا نبدي من هنا نبدي من هنا، كل اثنين يكملون 10 مرات. المسافة عن المانيكين ما تزيد عن 20 ياردة إلى 15 ياردة تكون مناسبة. هذا تدريب تخصصي جيد إذا أخذت بعد فترة الإحماء وركزت على الدقة، ركزت على اختيار التصويب الصحيح، ركزت على التوقيت الصحيح، ركزت على المتابعة، ركزت على رؤية حارس المرمى، موقف حارس المرمى في لحظة التصويب، تكون أنت مدرب إن شاء الله من المدربين المتميزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، أنا موفق المولى.